هعمل النهارده سمكه قاروص في الملح. المكونات 2 كيلو ملح خشن، 2 بياض بيض، سمكه قاروص حوالي كيلو، ليمون، اداليا يفضل، زعتر، وكوب بقدونس. هجهز الفرن، يعني اولع الفرن واخليه يسخن كويس قوي، وهحط 2 كيلو ملح في بوله اكبر شويه. اقول لحضراتكم نقدر ان احنا نستعمل بياض بيض وممكن نستعمل ميه، ده ينفع وده ينفع، الاثنين ينفعوا، بس هو بياض البيض اللي بيعملوا ايه؟ بيخلي الملح اول ما يدخل الفرن يشد على طول، يعني زي ما بيقولوا كده على المونه تشك تمسك يعني تجمد، ده اللي بيحصل من بياض البيض. وهحط البقدونس، بيدي بس طعم كده خفيف وبيخلي لون الملح بعد ما يطلع من الفرن يبقى شكله ايه مخضر شويه، بس بيدي طعم خفيف خالص. وهقلب الملح مع البقدونس وبياض البيض. عايزين نخليها عامله ايه يعني مرطبه سنه مش طريه خالص، وبعد كده ممكن لو معانا ميه لو في حته هنساوي بيها. كده خلاص الملح جاهز والايه والبقدونس وبياض البيض. هعمل بقى ايه؟ هاخد شرايح من الليمون. طبعا طول ما احنا عايشين في الطبيخ او في اي شغلانه بنتعلم. الاول انا كنت بعمل السمكه دي بطريقه تانية، اللي هي ايه، كنت بخليها زي الريسبي، زي الوصفه بتاعتها الاصلي، اللي هي بتفضل زي ما هي بالبطن وبالقشر اللي موجود فيها. بس ده بعد ما الواحد بيتعلم، كل ما مره بنتعلم اكتر. لو سيبنا بطن السمكه، بطن السمكه فيها اكل وفيها مصارين وفيها حاجات كتير قوي، فاللي ممكن يحصل ان هو مش اللي ممكن يحصل ولا هيحصل ان ايه الطعم اللي جوه والريحه اللي جوه دي هتطلع في السمكه. فاللي بنعمله دلوقتي بنحط الزعتر والليمون والبقدونس من جوه. تمام كده خلاص السمكه جاهزه. المفروض ان هي كانت اتعرفت السمكه دي ازاي بتتعمل. عارفين حضراتكم البحر فيه مد وجزر، يعني بيعلى وبيوطى. فلما حصل في مره البحر وطي وسمكه من دول كانت موجوده، فالبحر لما بيوطى والشمس الجامده بتخلي الملح ينشف، فاللي حصل انها استوت واتاكلت. هنعمل بقى ايه؟ خلي دي كده عشان انتوا حضراتكم شايفين. هفرد شويه ملح صغيرين هنا كده بزاويه عشان تكفي السمكه، يعني لاير او راق بسيط خالص، يعني مفيش نقدر نقول مثلا بضرب عليها بايديا كده. انا كل اللي انا بعمله ده ليه؟ علشان بس السمكه جلدها ما يلزقش في الصينيه اللي داخله الفرن. وهحط السمكه، ممكن نحط السمكه كده لو عرفتوا تخلوها كده ونكملها، بس هي برضو الملح اول لما هيدخل الفرن هينشف وهيشد ومش هيبقى باين منها حاجه، او مش هيدخل الملح. الفكره ان احنا بنحطها مقلوبه على ظهرها ليه؟ علشان الملح ما يدخلش جواها، بس هو الملح كله هينشف ومش هيبقى فيه فرصه ان هو يدخل جوه اي حاجه. نغطيها كويس، لو حتى طلع حته من الديل بره مش مشكله، بس المهم ايه نقفل هنا ده كويس قوي. اعتقد ان الملح الخشن ده بيتباع بالشويله، فسعره مش غالي، فلما يعني مش هنبقى قلقانين ان احنا نجيب 2 كيلو ملح، ياه ده احنا هنصرف فلوس كتير. لا، واي سمكه بينفع تتعمل في الملح. انا هاخد شويه من الميه احطهم هنا دول علشان اقفل بيها اي مسام لسه مفتوحه. احط بالايديا كده في الميه هنا، لسه في حته عند الراس ما اتقفلتش، نقفل كويس. ومش لازم، عاده في ناس كتير قوي بيحطوا ملح كتير قوي على السمك، لا مش لازم خالص، هو يا دوب بس ان هي تبقى متغطيه ومتقفله كويس، ومجرد ما بتدخل الفرن على طول بتمسك وبتشد. هاخد شوية دول. وأقفل عليها خالص كده. وهدخلها الفرن. السمكة دي كيلو، تلت ساعة بالكتير قوي، مش أكتر من كده. هغسل ايدي بقى من الملح ده بسرعة. ايه
يبقى تطلع شكلها كده. ممكن نحاول نطلعها من الطاسة من الصينية، هتلاقيها سهلة جدا يعني من تحت كده ممكن نطلعها، بس ايه الاسهل ان احنا نكسرها، نكسر وبعدين شوكة ومعلقة او شوكتين ونبتدي بالراحة نشيل الملح طبعا، وهي والملح بيتشال احتمال كبير جدا ان يحصل ان الجلد يتقطع منه حته، فايه نحاول بالراحه خالص، ودايما نسيبها تهدى شويه بعد ما تطلع من الفرن. كل ما نتعامل معاها برفق بالراحه شويه اكتر اقدر ان انا اطلعها بالجلد. كل ما نلاقي حته جامده نكسرها كده. طيب انا هنضف الملح ده كله من حواليها واخليها زي ما هي، لان انا لو طلعتها هتبتدي تتكسر، هتبتدي تتقطع من بعضها. هو المفروض ان انا هشيل بقى الجلد بالسكينه من هنا كده وابتدي اطلع منها اللحم، بس انا هخليها زي ما هي كده، اشيل بس الملح الزياده ده. انا بحاول واحده واحده. تمام هطلعها. همسكها كده وايه انزل الملح الزياده. طلعت سليمه، المهم بس ايه نتعامل معاها بالراحه. مش هفتحها بقى خلاص، ادي الزعتر والليمون اللي جوه. حط بقى شويه من الليمون هنا كده، شويه احط بس حاجة على العين عشان عارف ناس كتيرة ما بتحبش شكل العين ده يبقى واضح كده، مع ان في ناس بتحب تاكل العين يعني بتخانقوا عليها. وشوية هنا من الطماطم الشاري